على هاي المنظر. هذا هاي كلها فيلل هناك. شوف عمره بالسبعين سنة بعدهم دا يسبحون. أنا حاليا أعلى نقطة بمنطقة سرير. منطقة سرير اللي ما يعرفوها منطقة موجودة بإسطنبول الأوروبي، نهاية إسطنبول الأوروبي على الجسر الثالث. فشوف المنظر الوراي. جيت هنا حتى قالوا لي الفطور الصباحي مالتهم مشهورة ورخيصة سعرها بصراحة، فأجيت هم أشوف الفطور مالتهم وهم أشوف لكم المنظر وأشوف لكم المكان، وراح أشير لكم كامل تفاصيل عن هذا المكان المنطقة، ونصيحة من أخوكم سهيل تجون تشوفوها. تابع الفيديو. طبعا أنتم شايفين مكان منطقة سرير بإسطنبول، مثل فندق ست نجوم. هاي أول مرة أشوف ست نجوم، شوف شلونها زناقين اسطنبول، زناقين اللي يجون من خارج يبقون هنا. المهم احنا حاليا بساحل سرير على طرف زيرفيكانت، اسم المنطقة زيرفيكانت. فراح اخذكم على مكان بعدهم دا يسبحون، فلا تستغربون. حاليا اجواء زينة. شوفوا القصور. فراح اخذكم على مكان فطور صباحي صح شوية. راح نصعد لي فوق. طبعا اعلى نقطة هو اللي صاحب التركي اللي رايح عليها قال اعلى نقطة بمدينة اسطنبول بمنطقة السرير. اصلا اسم المنطقة زيرفي كانت. زيرفي يعني اعلى نقطة، اعلى نقطة بال اسمه بالتركي اصلا. فخلوني اكمل وياكم الفيديو. نيفزت بابوتسرو يعني رحلة نيفزت. يب هاي خالي رقم تليفون. شوف بالليل ايش وقت يصير الرحلة. طبعا هذا ميدان مال المنطقة. شوف شلون السوق، ومنه راح نصعد لي فوق. احنا راح نصعد اخر شي بالجبل بس هسه ما دا يبين من هنا. المهم خلي اشوف لكم السوق. شوف شلون مكان روعة، القعدة هنا جايين دي يقعدون. شوف العوائل والناس، هذا الحديقة مال الأطفال. تخيل المي مال البحر دا يمر من قبل السوق ويطلع هيجي. حلو، شوفوا من هنا دا يجي المي مال البحر. فهسه راح نكمل نصعد لي فوق، بس قبل ما نصعد حبيت اشوف لكم المنطقة. هي هاي هي اصلا منطقة سرير، هي كلها سرير. هاي سرير مو مال ساعة وساعات على ما تخلصها، يحتاج لك ايام على ما تفتر سرير كلها. شوفوا مثلا ذاك منطقة، تجي هنا هاي منطقة، فهواية مناطق. فاليوم راح اشوف لكم هاي الفطور المكان المشهور. المهم ابقوا بالفيديو. شوفوا الفلل اللي صايرة هاي طرفهم، شوف شلونها. اللي فقط تشوفوها من جوا تشوفوها من فوقهم، هاي كلها فلل هناك هم نفس الشي. بس المشكلة الطريق مالتهم كلها صعود ونزول. شوف الطريق شلون صعدة، مثلا مكتوب جامع حضرتي أبو بكر جامع، يعني جامع أبو بكر. حلو. طبعا شوفوا الشوارع مالتهم شلونها، المنطقة اللي صايرة بصريش اللي ساكنين جماعة فيلل. شوفوا مثلا هذا فيلا وهذا هم فيلا، هذا الشارع مالتهم. شوف مثلا هذا هم فيلا ثانية هنا أنا. الشارع مالتهم هيجي بس على المنظر. شوف شلون عايشين. هذا هم فيلا، الفيلل اللي صايرة بمنطقة سرياش. شوف الشوارع مالتهم. ها
يا اخي اعشق الفيلا اسطنبول، المناظر مالتهم. شوف هناك كم كميه فيلا هناك موجودين، المناظر مالتهم الا فد شي، بس اسعارهم نار نار يعني، برايي حتى اغلى من امريكا الاسعار اللي موجوده باسطنبول. ما ادري ليش صارت هيك اخر فتره. طبعا شوفوا الاماكن كلها طلعت، هاي اللي تخيل كردوني، هذا قاعة صالة مع الأعراس على منظر. شوف الأفرع شلون أفرع، هاي كلها فيلل اليمين، هاي شوف هاي مثلا فيلا والثاني هم فيلا. طبعا اليوم جبت لكم منطق كلش غريب، زيرفا، زيرفا تبي يسموها بمنطقة سرير. طبعا هذا المنطقة اعلى منطقه منطقه سريش، يعني بسرير، وحتى رقم الباص شفتها حتى اريد اشوفه اقول لكم 25 ي. شوفوا لي المنظر، شوفوا لي الجمال. شوفوا هنا مثل مشتل، هنا يبيع مشتل، يبيع ورود. المهم هنا المنطقه هاي كلها فيلل، يعني ماكو بيوت. هسه راح انزل لي جوا اشوف لكم بعد افضل، بس حبيت اشوف لكم المنطقه. شوف شلونها حاليا، هذا اعلى نقطه بال منطقه السرير، وهاي كلها مقاهي. هي انا جد على مود هذني، على مود هذول المقاهي. هذا صاحبنا عربي جاي مأجر بي ام، كنا حما صار عنده اشقد ما صعد لي فوق، صار عنده حماوه قويه. فشوف المنظر، انا اجيت بصراحه على مود هاي المنظر. قهوالت فيرلش يعني انطون قهوالتي، يعني قهوالتي يعني الفطور. شوفوا المنظر، شلونها. فاني بالضبط هناك السرير قبل شوي قلت لكم مثلا هناك، هي هاي منطقة سرير الساحة مالتها. بس من تصعدون هذا المكان شوفوا اعلى نقطة بال منطقة سرير. فخلي اشوف لكم شنو هنا، هاي الطرف هم. عم بيشاي بري كون جا ondan sonra. قال لي خلي انطيك شاي. فاريد اشوف لكم الاسعار على هاي المنظر. شوفوا. شوفوا الجمال. المدينة احنا حاليا بمنطقة سرير، مثل ما قلت لكم اعلى نقطة بمنطقة سرير. فالحلو هنا القهوالتي مالتهم، قهوالتي يعني الفطور الصباحي. بشوف الاسعار، قهوالتي طبعا يعني فطور صباحي 250 ليرة، 250 ليرة يعني تقريبا حدود 10 دولارات. سلب ما قهوالتي 300 ليرة، يعني شوية ازيد من هاي قهوالتي. المهم بينر اللي جوز لما 150 150، هيك دا يستمر الاسعار. ايفالك توست، هي هاي التوست 150 ليرة، يعني اسعارهم كلش مقبولة. كل 30 ليرة، 30 ليرة دولار واحد، فانتو احسبوا بعد كل 30 ليرة دولار واحد. زقد بالعراقي هسه حاليا دولار بيش ما ادري لي هذا. منمن، منمن يعني هيك منمن يجيبوا لك بطاوة 150 ليرة، يعني تقريبا بحدود نص 5 دولارات. شوفوا الاسعار، الشاي هنا انا ب 25 يعني بدولار واحد، الشاي كولا ب 30 هم بدولار واحد، هاي باقي كلها ب 30. فانتا ما ادري شنو الحلو. فقال لي امسك ال شو اسمه المنيو هيك وبعدين شوفوا في المنظر، حتى يجون على المنظر. طبعا هنا الباركينج تقدرون تخلون سياراتكم. شوفوا شلون مكان هذا الاخ العربي حمس سيارته، مأجر بي ام. اي واحد يأجر بي ام خرب، وبي ام قديم هم. فالمهم هذا هي هاي المقهى، شوفوا على المنظر هاي. السعر الفطور مثل ما قلت لكم هسه راح يجيبوها ب 25 دولار، العفو 10 دولارات. هذا الحج اللي يشتغل هنا أنا. شوفوا ايش قد هوي قوي قوي لهذا. ابجم النا يا انا صالك اي والله، شوك تشكرلر استجم اي والله تشكرلر. شوفوا عمره بال 70 سنة، من غازي عنتاب دا يشتغل هنا أنا. تخيل منظره مكمل اسطى. اسطنبول ان güzel yerlerden bir tanesi. En güzel يقول هذا اجمل واحد من اجمل مناظر اسطنبول بزيرفا تبه.
جاب لي الشاي مقدما قبل ما يجي بالفطور، جاب لي الشاي ما ادري كم شكر، شكر مالته من الشكر التركي هيك، شوف شلون الشكر هيك شكل الشكر، انا خلي اثنين، جاب لي حجر حتى لما يطير هاي بعد. طبعا جابوا لي هاي الزيت، زيتون وجبن وياه وقشر وياه ويا تريا ويا عسل، ما شخص واحد بس، وياه مربى وياه طماطه وخيار شاي، وعلى اساس سجق بالبيض على هاي المنظر. هذا سعره تقريبا 10 دولارات. الحج اللي يشتغل هنا، أنا شوف المكان مالته، هي هاي 72 سنة عمره، تخيل 72 سنة من غازي عنتاب وجاي يشتغل بهذا المكان. يقول قديم مشتري، اكو عنده بيت جو لي جوا، يقول اشتريت الفيلا وهذا المكان هم ما لا تتخيل. يقول اني ما اريد انطيه لاحد، هو يشتغل بنفسه مالته يعني، تخيل هو المكان مالته والبيت عنده هنا. يقول ايام السبعينات يقول جيت اخذت هنا هذا المكان، كان هناك كلها يقول تشولو، يقول اصلا ماكو ولا بيت. فالمهم شوفوا المنظر مال مدينة اسطنبول، انصحكم تجون هنا، تقدرون تطلبون كل شيء تقدرون، فهذا حسب الطلبيات، اي شيء تطلبون زيادة عن السعر. ومثل ما قلت لكم شوفوا الاسعار، مكان بسيط بس المنظر مالته يخبل. طبعا شوفوا المكان من الداخل، دخلت حتى منتج الشتاء يقول احنا نخلي الفحم تصير حارة، شوف شلونها من الداخل مثل البيت مسوين. خلوا سياراتكم هنا، هنا عادي باركينج هذا المنطقة. وهيك المكان على المنظر، خلي افتح الشباك واشوف لكم اياها. شوف المنظر، كنت هنا أنا بالضبط هي هاي المكان صغير، فاني صعدت اعلى نقطة بمدينة اسطنبول، وافضل شيء تقعدون بهذا المكان، منتجون طبعا على هذا المكان. طبعا هي هاي المكان هم مالتهم، شوف فوق عندهم نراجيل، النراجيل مالتهم هم ب10 دولارات، 300 ليرة فقط، هي على مود المنظر. شوفوا هيك المكان، مثل ما قلت لكم هاي المكان مالتهم، اليمين كلها اليمين واليسار مكان واحد. شوفوا المنظر، والمنظر مال فوق بعد احلى، خلي اشوف لكم اياها دقيقة، اللي يحبون النراجيل طبعا. فواحد يريد يريح راسه يطلع من اسطنبول، خلي اصعد واشوف لكم المنظر. هذا شوفوا مكان القعدات هناك جوا، هي هاي المكان. زيربا تيبا، راح اكتب لكم تفاصيل كامل على بالوصف. شوفوا وين صعدت، شيك سنة زر ما بيني اي والله عم يزم صاولس. جاب لي شاي ثاني الحج، يشوف ايش كبره والله عم يعافي عليه. طبعا اتراك تقول هسه ليش يشتغلون، هم يحبون الشغل يعني، حتى لو يكبر بالعمر مستحيل يعوف الشغل، يشتغلون للموت يعني، هم يحبون، هم طبعهم اصلا يحبون الشغل يعني. ما ادري سألته اصلا ليش تشتغل مثلا، قال اني اذا ما اشتغل ما ارتاح. المنظر عشقت المنظر بصراحة. فهذا مثل ما قلت لكم الفطور سعره
$10 مو 10 تقريبا، اقل هم بشويه هم 8 بالضبط. اني من ما 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 عندي هاي السالفه انه قبل الا اترجم بالضبط ايش قد يصير، فانطيكم التقريبي تقريبا. فالمهم تقريبا $8 على هاي المنظر تجون يوم حلو، اعلى نقطه بمدينه اسطنبول يقول لي هيك هو. فان شاء الله تعجبكم الفيديو، حبيت اشوفكم هذا المكان، وراح اكتب لكم اسم المكان بالوصف. واي سؤال اي استفسار تقدر تتواصل وياه عن طريق الانستغرام موجوده بالوصف. فانتظرون فيديو جديد، تحياتي لكم.